مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على شاشة صدى البلد. خلاص يا جماعة، رمضان كلها يومين ويخلص، ورمضان زي ما احنا كده متعودين منه دايما بيجي وبيجري وبيخلص وما بنحسش بيه، لكن كلها ايام جميله ومباركه، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان ومناسبه العيد. يعني اهو كل سنه وانت طيب يا خطيب، عامل ايه؟ الحمد لله. بص، مهما كان برضو رمضان فيه تعب شوية في الصيام، وفجأة شتاء وفجأة حر وفجأة يعني كان مدينا كده المواسم كلها في شهر واحد، لكن برضو هو بيودعنا، بتحس كده برضو بفرقة. بنزعل. في فرقة كده بتحصل في الموضوع. ايوه، بتبقى في اجواء كده في رمضان، وبنبقى بيبقى في طقوس كده، بنتجمع مع بعض ونفطر، بنتجمع مع بعض نتسحر، بننزل بعد الفطار، الشوارع كلها بتبقى مزينة محلاتها وبيوتها، فيعني ربنا يعدي ان شاء الله كده الايام دي على الف خير لكل الناس، وفي العيد بالذات بقى الناس تاخد بالها من العيد والاحتفالات والاجواء. طبعا احنا زي ما احنا معودينكم النهارده معانا فقرات مختلفه وحلوه جدا ومفيده جدا. خلينا كده نبدا مع خطيب من الاخر للاول. زي ما مروان كده اديتني الكيو، خلينا نبدا مع الخطيب. فبمناسبه ان خلاص العيد كلها هنقول ساعات او يوم او حاجه ونكون في العيد، فهيكون معانا الدكتور محمد حمدي صاحب مشروع رسم مصر لتوثيق الاثار والتراث المصري القديم. هيكلمنا بقى عن شكل الاحتفالات في مصر القديمه كانت عامله ازاي، واثارنا وتاريخنا سواء كان الفرعوني او الاسلامي كان بيحتفلوا ازاي بالاعياد، والعيد كان بيخش عليهم ازاي. حلو قوي. طيب احنا لسه برضو بمناسبه انه احتفالات العيد، فدلوقتي في استعدادات للعيد، هنتكلم بقى الفقره دي عن ازاي انتوا بتستعدوا للعيد، ويمكن الطقوس بتاعت زمان اختلفت عن طقوس دلوقتي. زمان انا فاكره كنا بننزل نشتري لبس العيد قبل العيد كده ب10 ايام، وننزل بقى نجيب الجزمه الجديده والطقم الجديد وكل حاجه جديده، وكنا بنعمل كحك العيد والبيتي فور والغريبه، وكانت طبعا الناس بقى قاعدة كده جيرانهم قريبين من بعضهم كده كلهم ينزلوا يودوا اسمها ايه الصواني صاج او الصاج للافران، وكله بيعمل كحك وبتيفور وقريبة. وديتنا ريحه الكحك. ايوه، كنت بتجيبها من عند العطار. ريحه الكحك، حاجه اسمها ريحه الكحك. أيوة. تتحط على العجينه عشان يعني تبقى كده مهففه وانت شايله الصاج رايحه بالفرن شمتها دلوقتي. وكمان غير كده وكده بقى، انت نسيتي طبعا امهاتنا كلنا بتروح قلب البيت راسا على عقب في التنظيف. في التنظيف تلاقي السجاجيد كلها بتتغسل. اموت واعرف ايه السر، ليه السجاجيد بتتغسل قبل العيد؟ ما تتغسل يعني كل سنه. هو السيزون بتاع الغسيل السجاجيد وكان كمان صعب ان انت مثلا دلوقتي سهل ان انت تودي السجاجيد عند حد يغسلها لك واللاندري والكلام ده كله، لكن لا زمان ما كانش فيه الكلام ده، كنا طبعا بنتهلك العماره كلها بتغسل سجاده في المدخل في يوم واحد. في المدخل؟ مدخل العماره. واكيد بقى الامهات بتصحي عيالها قوم ساعدني حتى لو ولد ولا حاجه. لا هو مش اختيار، هو كده كده انت مش لاقي مكان تنام فيه. يعني يعني السجاجيد بالدواليب بكل حاجه متنعكشه، فانت مش مرتاح، انت لازم تخلص من النعكشه دي. ونفضل بقى طبعا من اول يوم العيد لحد مثلا اسبوع كده ممنوع نقعد على ممنوع نخش طبعا بالجزمه البيت. ممنوع. أوكي. في كده رولز بتتعمل سجاجيد مغسوله، سجاجيد مغسوله والفرش بتاعه، وطبعا في امهات كانت بتغسل سجاجيد وتنجد قبل العيد. قبل العيد كل ده بيحصل قبل العيد بالتجديد يا ريت يبقى في عيد كل يوم. فممنوع تقعد على الكرسي او ممنوع تقعد على الكنبه، وممنوع تخش بالجزمه البيت وكلام كتير كده. يعني كنا بنتزل على التنظيف. الحمد طب لله. طب تحكي لي كده يا خطيب عن طقوسك زمان وطقوسك دلوقتي. ما بلاش. خلينا نستعيد الذكريات الحلوه بتاعت زمان، لان هي برضو بقيت احس ان هي مش موجوده دلوقتي. لا هو طبعا فكره الكحك، يعني انا فاكر مثلا ان احنا مره واحده بس في حياتي لقيت مامتي عملت كحك، وطبعا كان الموضوع شاق جدا ومتعب، وكنا فرحانين جدا 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 ان احنا بقى بنساعدها في العجين، وما كانش فيه بس انا ان اخواتي بس وامي، لا ده كان البيت كله بيعمل كحك، وكله بقى بيظبط بقى الغريبه مقاديرها. والله يا استاذ كنت بودي صاج واحد، انا كنت بمشي ب10 وبنسيب رهن، وانا فاكر الايام دي كويس قوي، وفاكر ان انا بتخض بسرعه. ففي مره كنت شايل، انا كنت صغنون وكنت شايل صاجين كده فوق دماغي، وحد فرقع صاروخ بقى من حاجات العيد دي وخدت على وشي. وانا طبعا انا عايز اقول لك انا زحفت كده بالصاج، يعني كان مشهد طبعا بقى. طب وحصل حاجه للكحك؟
لا ما هو ده ما الكحك كله اتبهدل، وانا طبعا كل وشي طبعا كان الطين وبتاع، فانا كنت خايف اروح، لان طبعا انت متخيله امي بقالها قد ايه بتعمل الكحك، يعني بقالنا اسبوع بنجيب في الحاجات وبنعجن والكلام ده كله. ولو وقع ده انت هتبقى مش يعني لا وقع، هو انا وقعت فعلا، انا اتخضيت من الصاروخ، او حد كان فرقع بومبه من بومب العيد، وانا طبعا اتخضيت، فرحت بس ساعتها بس سامحتني، يعني هي قفلت بس انا طب خلاص دي المرة الوحيدة اللي كانت عملت فيها جا لا حرمتها باقي اخواتي بقى كان معاهم شايلين بقيت شيله تانية، الصواني. ما حصل لهمش حاجه. طيب حلو قوي، معانا اسماء على التليفون، نعرف برضه هي بتستعد ازاي للعيد. يا اسماء ازيك؟ الو، ايوه كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احكي لنا كده يا اسماء، انت استعداداتك للعيد بقى هتبقى عامله ازاي؟ ولا ليكي انا حاسس طقوس ان اسماء معينه؟ عيدت اصلا، يعني في دوشه عندهم في البيت، انتوا عندكم عيد؟ لا 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 لسه بنستعد اهو. بص احنا يعني انا اهم حاجه عندي بيجامه العيد، يعني دي بص بقى مش يعني لبس العيد، يعني مش اللبس، لا بيجامه العيد. وبعدين انت بقى عارفه يا اسماء انه احنا بالنسبه لنا الناس اللي هي كبرت شويه بقى، مش كبرت يعني اللي هو بعد ال20 بعد ال20 اللي عنده ال20 بقت تفرق معانا قوي بيجامه العيد مش لبس العيد. جدا بقى، يا ده هي دي الاساس. بس انا الصراحه يعني حوار بيجامه العيد ده من وانا صغيره، يعني كنا بنجيب بيجامه العيد وبنجيب كمان هدوم العيد لبس العيد. طيب انت دلوقتي هتجيبي بيجامه العيد دي اساسي، وبعدين بقى ليله العيد ان شاء الله بتبقى ان احنا لازم بقى نكمل بقى فرش، ونشيل المفرش بتاع رمضان، ونحط مفرش العيد بتاع السفره، ونفرش البيت، ونعلق يعني الستاير الجديده النظيفه. ورمضان رمضان كان المفرش، يعني انا عايز اعرف الاختلاف ما بين مفرش رمضان بتاع السفره ومفرش العيد. المفرش اللي هو الخياميه. ايوه يعني هو مفرش الخيام ديكورات. بالظبط. اوكي، طب هتحط بقى مفرش العيد في ايه؟ نعم، مفرش العيد هيبقى ايه مختلف، ايه اللي هيبقى؟ لا مفرش عادي بقى بس نظيف بقى جديد. يعني جديد، بس بيبقى شكله عادي يعني، بس المهم ان هو يبقى جديد يعني. اسماء انت قلتي ستاير جديده ولا ستاير؟ لا نظيفه يعني، لا مغسوله كده ونظيفه ومكويه وكده. البيت كله بينزل، البيت اي حاجه مرفوعه في البيت بتنزل، الستاير الرفوف والزينه بتاعت رمضان بتتشال، ونقعد بقى كده ناخد دش والسجاجيد بقى بتتغسل برضو زي ما بتتغسل وتتفرش. ايوه، وبنحضر بقى ايه الترابيزه اللي بيبقى عليها الكحك والبسكويت والغريبه والحاجات دي، تبقى ترابيزه ليها كورنر كده في البيت، دي الترابيزه بتاعتنا بقى اللي ايه هنحط عليها الحاجات اللي احنا جبناها، وبعدين بقى ناخد الدش ونلبس البيجامه ونستنى بقى صلاه العيد لحد بقى ايه، طبعا غالبا بنبقى سهرانين مع بعض ما بننامش يعني. وبعدين بقى نستنى صلاه العيد وننزل نصلي، ونرجع بقى نعمل كوبايه شاي باللبن، ونقعد بقى نفطر الله. الكحك والحاجات دي وكده، والظهر بقى نتغدى رنجه وفطيخ وحاجات كده. طيب هل بتواجهوا مثلا مامتكم بالمقادير مثلا اللي باظت في البسكويت او الكحك عموما او الغريبه؟ لان مش اي حد مثلا ممكن يكون بيظبط حاجه فيهم، في حاجه كده لازم تبقى مش طلع ما طلعتش في الجون. يعني بلاش نعمل كده، هنزعل كلنا. اللي مش عاجبه ما ياكلش. بالظبط يعني. ليه بنجيب لنفسنا الكلام؟ طيب ما هي حلوه اهي. طب اسماء زمان كانت الناس بتعمل كحك وبسكوت وغريبه في البيت، دلوقتي الناس بقت تستسهل وتشتري. انت من الناس دي ولا من الناس اللي بتحب برضه تحافظ على عادات زمان؟ بصي هو الصراحه احنا بنجيب من بره، بس ماما ممكن تفكر انها تعمل حاجه، ممكن تعمل بسكوت، ممكن تعمل منين اللي هي تعمل الحاجات الكماليات دي. بس بصراحه يعني احنا بنجيب الاغلب من بره كحك وكده، لان برضه ما بقاش في وقت زي الاول، يعني مامتي اكيد كبرت شويه فما بقتش تقدر زي زمان يعني. فبنستسهل ونجيب فعلا من بره، بس هي ممكن زي ما بقول لك كده تعمل الكماليات، تعمل شويه بسكوت، تعمل حاجات كده يعني. ربنا يخليها لك يا اسماء ويديها طول عمر حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين. انت كنت بتعمل كحك مع مامتك؟ لما عملت كحك مره من المرات وانت بوظته لها وقعته على الارض. ايوه عملته، وبعدين انا نحت كحك بقى، يعني انا نقشت اسمه، هم كانوا بينقشوا، انا بقى كنت بروح فارد العجينه في الصاج واعمل وش، اعمل بتاعي يعني، كان كده ده كان البيتي فور بتاعي. يعني تلاقي كده، وبعد ما تطلع من الفرن بقى، يعني هي ممكن تكون ليها سيمتريه كده، تلاقي العجينه ليها سيمتريه، بعد ما تطلع من الفرن هي تبقى كده حاجه زي الطاسه كده، ما بقاش ليها شكل خالص. وتبقى فرحانه بقى بيها جدا. وبتاكلها؟ هنعمل ايه، هتتربي؟
ما هو اصلا بيبقى جنب الاطباق بتاعت الكحك والغريب والحاجات دي كلها الدواء بتاع الاسهال والمشاكل بتاعت البطن دي، ما انت قاعده يعني من الوقفه. ده عشان انت اللي عملته ولا عشان طبعا الكحك عامه بيوجع البطن؟ كميه بيكنج باودر وكميه فانيليا وكميه دقيق داخل الجسمين وسكر، فطبعا معدتنا هتتعب. وبعدين احنا خارجين بقى من بواقي اكل، يعني احنا خارجين رمضان كله بيبقى مثلا في اخر 5 ايام في رمضان كده البواقي بقى من اول يوم تلاقي مثلا حته بطه مهلهله محطوطه في طبق من الاطباق ومكرونه بشاميل من رابع يوم العيد، مش بتبقى خرطه بقى، بتبقى حاجه كده واخده محروقه كده، واخده قلم كده، فتقول لك ايه دي مكرونه بشاميل بتاعت تالت يوم. وبعدين منتج بتبقى فاكره دي بتاعت اول يوم، فاكره دي بتاعت تاني يوم، ما هي اللي بتعمل الاكل. وتلاقي ايه الباميه قد كده 3 4 باميات في طبق ايه ده؟ لا دي بقى انت فاكر اللحمه الضاني اللي احنا جبناها دي، دي اللحمه دي بتاع دي الباميه بتاعت الضاني بس. أيوة. اللحمه فين؟ خلاص انت عارف انه انا افتكرت دلوقتي انه الايام دي وكل سنه بيحصل كده معانا انه السفره بلاقيها من كل فيلم اغنيه. يعني ده مثلا زي ما انت قلت باميه وشويه ملوخيه وطبق شوربه نواشف على طبيخ على معجنات على كل الاصناف، ده بيحصل معانا الايام دي. اكل اسيوي مع اكل خليجي مع اكل مصري، هتلاقي كده بالظبط. والحجه او يعني طبعا هم بيتعبوا طول رمضان يعني كتر خيرهم، فيقول لك خلاص احنا داخلين على العيد بقى فخلصوا الاكل عشان ما يترميش، مش هنعمل اكل، احنا داخلين على العيد بقى. بالظبط. الرنجه والفسيخ والحاجات الحلوه دي، نفطر ونتغدى ونتعشى كحك. خلينا ناخد محمود لان خلاص محمود بقى له فتره كبيره معانا. ازيك يا محمود؟ ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله انا بخير. كل سنه وانت طيب ورمضان خلاص كده بيودعنا. انت زعلان ان رمضان ماشي ولا فرحان ان العيد جاي؟ يعني والله يعني ميكسد فيلينجز كده، يعني مش عارف، يعني هو انا جوايا الاثنين، يعني مبسوط ان هو بصراحه مع الشغل مع الصيام والكلام ده كله بيبقى بيتعب الواحد، بس برضه ببقى يعني ايه متضايق ان اجواء رمضان بالليل واللي بعد الفطار واللمه والكلام ده كله، يعني جوايا الشعورين بصراحه. حلو. طيب قول لنا كده طقوسك ايه للعيد؟ بتعمل ايه مثلا زمان كنت بتعمله دلوقتي ما بقتش تعمله او العكس؟ يعني وانا زمان صراحه يعني لحد من وانا في الجامعه كان لازم كل عيد بيبقى ليه يعني البيجامه بتاعته، غير اللبس العيد يعني غير اللبس اللي بننزل بيه، لا ليه البيجامه بتاعته. يا جماعه ده يا جماعه، امال انا ما شفتش بيجامات ليه؟ انا ما كانش بيجي لي بيجامات، انا كنت بنزل كان اهم حاجه عندي الجزمه. لا كنا متعودين على الطقس ده جدا، لا ده كان اهم حاجه البيجامه، يعني الكوتشي ممكن يجي عيد مثلا عيد لا، لكن البيجامه دي حاجه ثابته بالنسبه لي يعني. بالتالي انا وخطيبي الجزمه كانت اساسيه. بتنور يا نهار ابيض على الجزمه اللي بتنور دي. انا كانت الجزمه اللي بتنور بتطلع نور دي، ده انا قعدت ابكي سنه عشان تيجي. لا ده كان ده انا كنت بحبها جدا برضه، لازم انزل بيها، كان في عندي واحده لازم انزل بيها كل عيد، لازم انزل بيها هي او حتى لو جبت واحده جديده كان في واحده معينه بحبها لازم البسها هي برضه. انت عارف يا محمود انا بيتهيألي لو مثلا كان في حد بيصورنا زمان واحنا خارجين بقى خروجه العيد مع اصحابنا دي ولابسين لبس العيد وكل واحد معاه مسدس بلاستيك والبومب يبتزنا بيهم والله العظيم بجد، يعني كان الكاركترات دي تتعمل بقى مسلسل كرتوني هايل، واحنا رافعين البنطلون كده لازم تلبس الحزام، طب الحزام مش قدك لافف عليك مرتين، فاهم يعني؟ ما عشان ده يبقى معاك للعيد الجاي او يعني لما تكبر انت هتتخن وهتطول وهتكبر فلازم يبقى في لبس يكفي، لازم يقعد اطول وقت ممكن. لا وكمان في حفله السينما الساعه 3 الظهر او كده العصر دي، لازم السينما نشوف بقى ايه فيلم العيد ونقطع تذكره اول يوم او ثاني يوم يعني. والكشري والكشري طبعا كنا بنخش ناكل كشري في اي مطعم ما ملناش فيه ده في العيد طبعا، ده كشري لازم او سمك كمان، يعني انا من النوع اللي بنحب ناكل سمك. انت كنت متعايد فين بس؟ قول لي انت طلباتك كده طلبات كبيره علينا يعني. لا انا عامل معادي بيجامه. ما عشان كده المعادي برضو كان في مصاريف كبيره بسمك وبيجامه بالليل وحاجات كده. فلا احنا عندنا يعني في اماكن معينه حتى نقعد فيها بعد الصلاه، نقعد عند جنب جراند مول او جنب مكان معين نقعد فيه مع بعض، نجيب مثلا نخش سينما، يعني بيبقى في طقوس معينه كده بتبقى كانت ثابته واحنا صغيرين، لما كبرنا بقى وكل واحد بقى انشغل بشغله ما بقتش موجوده. لا يعني موجوده بس على فترات، يعني ما بقتش كل عيد يعني. دي حقيقه. طيب انت شايف دلوقتي ان العيد اختلف كتير عن زمان، او شايف ان لو احنا اطفال كنا بنستمتع اكتر بالعيد، ولا في برضه طرق ممكن نستمتع بيها بالعيد دلوقتي؟ يعني بصراحه بحس وانا صغير كنت يعني العيد لما بنروح اماكن وكده كانت الدنيا يعني
ما اعرفش ده يمكن احساسي لوحدي او يعني شاركوني فيه. الدنيا كانت بتبقى زحمه يعني، دايما كنت اروح السينما الاقي مثلا الدنيا زحمه، اخش مثلا مكان معين مطعم او كده الاقي زحمه. دلوقتي بقى لان اغلب الناس بقت تسافر في الاعياد مثلا في الساحل او المسرحيه او كده، بحس الدنيا بتبقى فاضيه دلوقتي ما فيهوش حد. يعني اول يوم العيد ده بيبقى السوق حتى في المكان شارع او مطعم او كده لا فاضي خالص، بيبقى الناس كلها سافرت. فاظن ده ممكن يكون اختلاف كبير مع انتشار الكره السياحيه والكلام ده، فالناس بقت تسافر اكتر فما بقتش تبقى موجوده في القاهره يعني. دي حقيقه. بنشكرك جدا يا محمود، نورتنا، كل سنه وانت طيب. وانت طيبين. ميرسي ليك. شكرا جدا ليك يا نوران. ان شاء الله هيبقى عيد لطيف. وانت غسلت سجاجيد؟ ها؟ بص احنا بيتنا مختلف شويه عن الطقوس المصريه. احنا عندنا رخام. احنا ما عندناش سجاجيد. ما عندناش سجاجيد اصلا. لا بس احنا ما بنعملش الحاجات اللي هو لازم بقى يعني، هي كده كده بتتغسل طول السنه يعني. كده كده ان شاء الله ربنا هيجي لها يوم وتتغسل ان شاء الله. لا ما بقولك بتتغسل طول السنه، مش لازم وقت العيد يعني. طب ايه الجديد في العيد عندكم؟ لا ما فيش حاجه والله جديد، عادي بنحط الكحك والبتيفور والحاجات دي و... بس ما بتجيبوهوش بتعملوه ولا؟ لا لا ماما بتعمله كحك هيجنن. لا يبقى طبق بقى، طبق بقى من عينيا. حاضر. خلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى نستقبل الدكتور محمد حمدي اللي هيكلمنا عن اعيادنا في مصر القديمه. ولسه مكملين معاك واحتفالاتنا وكلامنا عن العيد واستعداداتنا للعيد. ويمكن مصر من الدول اللي معروفه جدا ان هي بتحب تحافظ على عاداتها وتقاليدها وتراثها في الاحتفالات بالعيد، وان كان يعني في حاجات لسه موجوده معانا لحد دلوقتي، في حاجات مع مرور الوقت بدات تقل لحد ما بدات تختفي خالص وبقينا نتكلم عنها بس كلام لمجرد ذكريات، ولكن هي ما بقتش موجوده معانا. عشان كده النهارده في الفقره دي هنتكلم بقى مع ضيفنا اللي منورنا دكتور محمد حمدي، دي استاذ الرسم والتصوير بجامعه حلوان، والحقيقه هو مهتم جدا جدا بالتراث المصري من خلال صفحته رسم مصر عن بقى الاجواء والاحتفالات في مصر وزمان، طقوس العيد كانت عامله ازاي وايه اللي اختفى وايه اللي لسه موجود. اهلا بيك يا دكتور وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك وكل عام وانتم بخير. منورنا يا دكتور. نورك فندم. دكتور يمكن خلينا كده نخش في الموضوع، اننا دايما في توثيق لاحتفالاتنا واعيادنا في سواء كانت في جدريات او رسوماتنا والكلام ده كله، ازاي حضرتك مثلا شايف الموضوع دلوقتي عن زمان؟ يعني هل مثلا الصوره زمان كانت مبهجه اكتر ولا دلوقتي في ابهاج اكتر، ولا ايه اللي حاصل في الاختلاف بتاعت العصور دي كلها؟ هو الشخصيه المصريه من ايام المصري القديم اللي هو الفرعوني لحد دلوقتي نماذج الاحتفالات ومظاهرها هي هي، ما اختلفتش. تختلف بس يعني غيرنا اللبس، غيرنا المكان اللي بنروح فيه، لكن المظاهر هي هي. والشخصية المصرية على مر الزمان يعني بتمتاز بحاجة لطيفة جدا، ان هي بتمزج ما بين المرح والحزن، الموت والحياة، نعمل اعظم مقبرة ونعمل اكبر فرح. وده في الحقيقة يعني حتى المقريزي لما كتب يعني لما جم مصر وشافوا مصر فلقوا هو بصيغته يعني كتب ايه، وكأن المصريين قد فرغوا من الحساب، يعني اتحاسبوا ويوم القيامه خلص خلاص وبينبسطوا بدأوا يحتفلوا بيحتفلوا كده. فتلاقي زي ما حضرتك اشرت ان على جدران المعابد تم توثيق هذه الاحتفالات، يعني مثلا في مقبره الوزير رخمي رع من الاسره ال 18 ده موثق فيها الكحك بتاع العيد، الاعياد بتاعه المصريين القدماء، بس هم كانوا بيعملوا بقى الكحك زي ما احنا بنعمله بالظبط، دقيق وسمن، بس استبدل السكر وحط بدل ما السكر عسل نحل، وكانت كانوا بيسموها قرص او قرصه، كانت بتبقى كبيره كده في حجم الرغيف، وبرده محشيه، ممكن تتحشي تمر، ممكن تتحشي اي انواع من الفاكهه، وكان في اكتر من نوع، الحلزوني والمدور وكذا شكل، يعني اللي هو الاشكال والنقوش بتاعت الكحك بتاعنا لحد النهارده بالظبط. والسمه دي فضلت ماشيه معانا في الجريكو رومان، في العهد القبطي، في العهود الاسلاميه لما دخلت بالدول الاسلاميه باشكالها المختلفه. يعني هنلاقي مثلا الفاطميين قبل الفاطميين، حتى الطولونيين عند احمد بن طولون كانوا بيحتفلوا بالاعياد،
ويقول لك ايه، وتم مد الصومات، يعني عملوا كده زي سفره كبيره في الشارع علشان الناس تاكل منها. ولقينا في المتحف الاسلامي موجود دلوقتي القوالب اللي كانوا بيحطوا فيها الكحك. فكان يعني ينحت القالب دون الكتابه بتاعته تبقى بالمعكوس عشان لما يتحط عليها فيتعكس الكلام فاحنا نعرف نقراها تبقى معدوله. يعني قبل اختراع المطبعه وقبل اختراع دون فكان ده موجود، وكان من ضمن مثلا ايه بيبقى مكتوب على هذه القطعه او هذه الكحكايه مكتوب كل واشكر، كل واشكر مولانا اللي هو الملك او السلطان. وبعد كده تحولت الى اكله، اكله اسمها كل واشكر معروفه اللي هي فطير برضه او حاجه كده وجواها فستق. والاكلات فضلت تتطور ومرتبطه بالاعياد وبالاحتفالات، وساعات بتبقى مرتبطه بمواسم تانية. لما جم الفاطميين كانوا عايزين ياكدوا على المذهب الشيعي في مصر. فيخشوا للمصريين من خلال ايه؟ من خلال الاحتفالات. فتوسعوا في موضوع الاحتفالات والاهتمام بآل البيت، وعملوا مثلا في حاجه اسمها ايام الوقود. ايام الوقود دي كنا بنحتفل بيها اللي هي اول رجب ونص رجب واول شعبان ونص شعبان، وبيحتفلوا كمان بليله الاسراء والمعراج. وكل الاحتفالات دي يتم فيه عمل هدايا للشعب والسلطان يهدي للامراء بتوعه. فكان من باب ادخال البهجه عليهم، والمصريين ما بيصدقوا يعني موضوع الفرح والبهجه والاعياد والاعياد والعيد مرتبط بالاكل، وده في كل الدنيا. يعني حتى في الحاجات المحزنه بنحاول نقلبها فرحه بالاكل او بالاحتفال. الشيعه مثلا يوم عاشوراء ده يوم عندهم حزين اللي هو يوم مقتل سيدنا الحسين. فكانت الدكاكين بتتقفل في القاهره ويعم يعني اجواء من الحزن من السلطه الحاكمه، لكن الشعب يعني كان اغلبه ما كانش مهتم قوي الموضوع ده. لما دخل صلاح الدين واقيمت الدوله الايوبيه في مصر فلا هو عاوز بقى يغير المذهب الشيعي، فابتدت الناس تحتفل بعاشوراء وعملنا الطبق اللي هو فيه البليله او القمح المبلول دون بالسكر واللبن ابتهاجا بهذا اليوم. من ضمن الحاجات الكتير اللي حصلت هذه الاشياء، والاكل برضو مرتبط باحداث تاريخيه والحلوى تحديدا. يعني حلوى ام علي دي اللي هي زوجة ايبك الثانية عز الدين ايبك، لما تم قتل شجرة الدر فابتهاجا بهذه المناسبة فام علي قامت عاملة هذه الاطباق اللي هي عبارة عن عيش متكسر وفي سكر ولبن وحطت جواه دينار من الذهب. فعلشان كده الناس سموها أكلة أم علي ابتهاجا بأم علي فسموها أم علي. حلو جدا. طيب برضو من الأكلات اللي احنا متعودين ناكلها في العيد الرنجة والفسيخ والبصل والحاجات دي، ده طبعا في شم النسيم، ولكن برضو بيبقى في العيد الصغير بيبقى أول يوم كده بنبتعد عن أكل اللحمة والفراخ والحاجات دي كلها، بنفصل كده وبناكل الاسماك المملحه. برضو دي احنا واخدينها من الحضاره المصر المصريه القديمه. برضو هو المصري القديم في اسماك مملحه اتوجدت موجوده في المقابر بتاعته، وفي الحقيقه انا ما شفتش يعني شعوب كتير بتاكل الاسماك المملحه الا الشعب المصري. مره كنت في احدى الدول العربيه وبعدين انا شامم ريحه الرنجه من بعيد، كان شامم النسيم، فقابلت العامل الهندي فبقول له هو في ايه؟ انا عارف ان في، قال لي دي اخر حبه يعني اخر واحده رنجايه اللي موجوده. قلت له في، قال لي ممكن في عيد في مصر، انا ما في معلومه. وجالنا العيد ايوه. لا كل المصريين اللي في البلد دي بيشتروا الرنجه فريحتها من اخر الشارع. دكتور يمكن برضو حضرتنا المصرية القديمة، يعني كان في قبل كده حديث للدكتور وسيم السيسي عن ان كل الاعياد والاكلات المرتبطة بالاعياد حتى الكريسماس، يعني مثلا في اوروبا الكريسماس بيبقى فيه الديك الرومي ويكون موجود على المائدة والكلام ده كله، احنا كمان كان عندنا البطة او الوزة في حضرتنا القديمة. فالنهاردة احنا الاكل بتاعنا كله متوارث وكله جاي برضو من الحضارة القديمة بس، ولا في حاجة من الحضارات التانية الاسلامية او الرومانية والكلام ده كله؟ هو احنا يعني في اكل عندنا قديم ولما بيجي لنا اكل حديث بنستوعبه. يعني مثلا لايام الاحتلال الانجليزي لمصر فكان في جنود كتير هنود،
فكانوا بياكلوا اكله عندهم زي اسمها الكوشير او حاجه كده يعني عدس ورز وبتاع، فاحنا خدناها كشري ايوه وخدناها ومصرناها لان ما ينفعش اكل ما يكونش عليه تقليه، فحطينا عليه التقليه بتاعتنا وما ينفعش يكون عليه دمع فحطينا الدمع بتاعتنا، وانتشرت العربيات. يعني الاكله دي من الاربعينيات من قريب مش من بعيد قوي يعني، المقصود بناخدها ونحط عليها الايه الملمس الملمس زي السوشي كده دلوقتي يعني. السوشي مش ما فيهوش الفرايد، ما فيهوش السوشي المقلي، لكن احنا برضو حطينا البصمه بتاعتنا وقليناه عشان يبقى مصري. اللي عاوز اقوله واشير اليه برضو ان الاحتفالات ما كانتش مرتبطه قوي بالاديان قدر ارتباطها بالمصريين. يعني في اعياد احتفل بيها مسلمين ومسيحيين، وكل اللي موجودين في هذا الوقت من السنه احتفلوا بيها، زي مثلا في عيد اسمه جبر الخليج او كسر الخليج. الخليج اللي هو النيل لما يوفي بيطلع فبيقيسوه، يقعدوا يقيسوا فيه كل يوم كل يوم يقيسوا فيه لحد ما يصل الى 16 زراعة. 16 زراعة دي يعني هو كده هيوفي والناس هتزرع كويس وتاكل كويس، فالناس بتحتفل بدوت. وشارع السد اللي هو عند السيدة زينب هو ده كان بداية السد دوت، عشان بيكسروا السد وفي عنده فم الخليج. فكان الخليفة بنفسه بينزل او ما ينوب عنه ومعاه زي شاكوش او بلطة من الذهب ويكسر الخليج، فالمصريين كلها تحتفل بجبر الخليج او كسر الخليج. في احتفال تاني كان الاقباط اسمه عيد الشهيد. عيد الشهيد برضو هم بيظنوا في المعتقد قديما يعني ان النيل علشان يوفي لازم يجيبوا صباع احد الشهداء المحنطين والموجود الجثمان بتاعه ويحطوه في النيل فالنيل يوفي ويطلع يوفي المقدار بتاعه، فالناس تزرع وتبقى السنه كويس. في اعياد زي اعياد شم النسيم او اعياد النوروز، دي كان بيحتفل فيها المصريين على كافه مستوياتهم وكافه دياناتهم. وفي الاعياد اللي خاصه بكل دين زي مثلا المحمل. المحمل اللي هو خروج الكسوه المصريه من الحسين حي الغوريه لمكه والمدينه. ودي كانت بيبقى فيها احتفال كبير جدا وبيبقى فيها العاب كبيره جدا، والناس بتتبرك ان هي تلمس المحمل او الجمل اللي شايل المحمل المصري، لان في الحقيقه الحجاز مكه والمدينه كانت تحت الوصايه المصريه فترات طويله. وكان السلطان المصري كان هو اسمه قصيم امير المؤمنين، لان هو بيقتسم السلطه مع امير المؤمنين خادم الحرمين الشريفين السلطان اللي موجود في مصر، فكان يبعته المحمل وتخرج الاحتفالات من ميدان الرميله اللي هو ميدان القلعه دلوقتي او ميدان صلاح الدين. وموجود لحد دلوقتي في حته هناك اسمها كشك المحمل اللي كان بيخرج من عندها ويبتدي يمشي في شوارع القاهرة لحد أما يخرج. ومن ضمن الألعاب اللي كانت بتبقى مواكبة لزفة المحمل في فرقة اسمها فرقة عفاريت المحمل، دول كانوا بيعملوا زي أكروبات أو ألعاب بهلوانية في أثناء المحمل. يقال إن منهم واحد مد حبل من مأذنتي السلطان حسن، شوفوا بقى المسافة دي كلها لحد ما راح القلعة قلعة صلاح الدين، ويربط الحبل هناك ويفضل ماشي 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 على الحبل دوت بايديه ورجليه، ويجي في النص ويقوم نازل بحبل في التوقيت اللي المحمل معدي من هذه والناس بتبتهج، والفرق المحبزاتيه وفرق خيال الظل وفرق الاراجوز، فكل دوت علشان يعمل نوع من انواع البهجه والاحتفالات للشعب. دكتور يمكن احنا مكملين لسه، بس خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع دكتور محمد حمدي اثرنا وتراثنا كنا بنحتفل ازاي فيه. رجعنا لكم لسه مكملين كلامنا واحتفالاتنا عن العيد مع دكتور محمد حمدي والتراث المصري القديم بقى والاعياد زمان والاعياد دلوقتي. طبعا مفيش طقوس دلوقتي يا دكتور للاعياد، لكن احنا كنا بنتوارثها كلها من المصريين او سواء بقى من الحضاره الاسلاميه او الحضاره الفرعونيه. ايه اللي كان موجود زمان لسه موجود لحد دلوقتي وايه اللي اختفى؟ العيدية مثلا ما كانت موجودة زمان، والعيدية كان أصلها أن السلطان سواء بقى كان في عصر المماليك أو غيره كان بيوسع على اللي حواليه على الأمراء اللي حواليه، علشان كده سموها التوسعة. وساعات يسموها المراسيم. المراسيم يعني الأوامر اللي أمر بيها السلطان. فكان بيوسع عليهم وكان بيديهم العيدية، وكان اسمها ساعات الجماكية، فتحولت كلمة الجماكية إلى
العيديه. والعيديه اللي عباره عن ساعات فلوس، وساعات كان بيبقى صحن طبق فيه مجموعه من الحلوى وبرده فيها سره من الذهب. حلوه قوي، افتح حاجه حلوه فيها ذهب. ذهب مره واحده. حلوه جدا. وكان بياخدها الامير وينزل بيها لاولاده ويديهم الموضوع ده. دي اهم حاجه يعني، العيديه لسه طبعا موجودة لحد دلوقتي، بس يعني مفيش ذهب بقى، مفيش ذهب. طيب دكتور، يمكن مصر طبعا عدى عليها حقب كتيرة جدا واحتلالات كتيرة جدا، سواء كنا فترة عثمانية أو فترة بريطانية أو وكان منها من أهم الفترات الفاطميين. فإيه اللي ممكن إحنا خدناه من الفاطميين في أعيادنا، أو إيه اللي أثر من الحضارة الفاطمية في مصر في أعيادنا؟ هو زي ما قلت لحضرتك، هي مصر تعتبر يعني، انا مش عايز اكرر الكلام اللي بيقول ان مصر معده كبيره وهضمت كل بس ده في الحقيقه وده اللي حصل يعني. يعني كان كل يعني مثلا الفرنسويين دخلوا شمال افريقيا بيتكلموا فرنساوي اغلبهم لحد دلوقتي. احنا بقى عندنا بيجي المستعمر، نعلمه احنا المصري. لا يعني بس تلاقي ان نابليون يروح موالد والذكر وكده. حتى الاسكندر الاكبر لما جه قام راح واحد سيوة وسمى نفسه ابن فرعون، ابن امون، علشان يتقرب للمصريين. الفاطميين كان عندهم مشكله، ان هي مشكله الشرعيه. هم كانوا حاسين ان مفيش حكم شرعي ليهم، فاول حاجه عملوا ليهم نسب ينتهي الى فاطمه الزهراء. هل بقى النسب ده صحيح او مش صحيح؟ اختلف المؤرخين. علشان كده المقوله بتاعت سيف المعز وذهبه. فلما جه المعز لدين الفاطمي فسالوه فين نسبك؟ فقال لهم هذا حسبي اللي هو السيف، وهذا نسبي، ونثر عليهم الذهب. وهم في الحقيقه كانوا يعني باستثناء الحاكم بامر الله، لكن كل الحقبه الفاطميه كانوا متنورين، وكان في حرية دينية. يعني اليهود والمسيحيين والأديان الأخرى كان عندهم حرية دينية لممارسة العقائد وتقلد الوظائف الكبيرة في الدولة. ما كانش عندهم المشكلة دي. فتقربا تاني للناس، فكانوا بيعملوا الأعياد والاحتفالات. حتى شارع المعز لدين الله، المعز لدين الله الشارع هو دلوقتي مقطوع بشارع الأزهر. لا هو كان ممتد في الحقيقة من باب الفتوح وباب النصر لحد السيدة نفيسة، مسافة كبيرة جدا. وبعد الغورية على طول لو دخلنا شمال هنلاقي في منطقة أو شارع اسمه شارع التحكيين. شارع التحكيين ده من أيام الفاطميين لحد دلوقتي هو اللي بيتباع فيه الأدوات بتاعة الكحك وعمل الكحك، وبيتباع فيه الكحك والبسكويت. البسكويت حديثا ده بقى جه لما اختلطنا بالإنجليز والإيطاليين، احنا مالناش في البسكويت، مش بتوع بسكويت، احنا بتوع الكحك. احنا بتوع كحك وسمن بلدي والقرص اللي بالعجوه، اي حاجه فيها سمن بلدي واي حاجه يعني تجيب لك تلبك معه لسه كنا بنقول وتنام على طول. هي احنا الحاجات دي لطيفه عندنا، البسكويت ده ماليش. ايه سر يا دكتور وجود السمنه في اكلنا؟ انا سمعت ان ده مثلا كان برضو من التراث العثماني، ان العثمانيين لما دخلوا مصر كان اكلهم دايما تقيل ومسبك والكلام ده كله. هل دي حقيقه ولا احنا اساسا بنحب الحاجه مسبكه؟ هو ده كان المتوفر يعني، كانت الزيوت طبيعية فهو ده اللي كان متوفر. وعلى ذكر العثمانيين، كان في عندنا والي عثماني اسمه داود باشا، وبني جامع اسمه جامع داود باشا، فكان بيحب ياكل الكفتة. فالكفتة اللي هي المدورة دي ويعملوها له في دمعة وكده، فسموها كفتة داود باشا. لحد النهاردة. لحد النهاردة. شارع المعز كان زمان متقسم مناطق، وكل مناطق بالحرف اللي فيها والدكاكين اللي فيها. يعني هنلاقي مثلا شارع المهاميز اللي هو المهماز ده اللي هو اللي بيتركب في كعب الفارس اللي هو علشان يحث الحصان على السير. في سوق الخلعيين، وده للملابس المستعمله او الملابس الخليعه. في سوق الشرحيين اللي هم بيبيعوا شرائح اللحم زي الشاورما دلوقتي. المصريين زمان كانوا بيشتروا الاكل من بره، وكان دليفري وينزلوا ياكلوا، وما كانوش بيطبخوا كتير في البيوت. دي رساله طبعا لستات البيوت دلوقتي. حاجه مهمه قوي. ايوه احنا ممكن نمشي على الطراز بقى. هيتبسطوا ما نعملش اكل. فكانوا اللحوم والحاجات دي كلها كانت بتطبخ بره وتتباع كتير. في اسواق تانية زي اسواق العقادين والفحامين
كل مهنه كل مهنه ليها السوق بتاعها وليها كمان رئيس الطايفه. ويعني مش اي حد كده ياخد رخصه ان هو يشتغل هذه الشغلانه. يعني السقايين مثلا ده لازم يبقى ليه اختبارات ويكشفوا عليه طبي، وبعدين يفضل يشيل قربه ميه مده طويله جدا عشان يشوفوا التحمل، زي ما يكون في نقابه للسقايين او في نقابه للمهنه دي. اول حاجه تشوف ده وصل لفين، وهل هو يحق له ممارسه هذه المهنه ولا لا، ويبقى الشيخ بتاعهم شيخ الطائفه دي هو اللي يمثلهم عند الوالي او عند السلطان، وهو اللي يتكلم باسمهم وهو اللي يروح يهني السلطان بمولود او بكذا او بكذا. حلو قوي. طيب العصر المملوكي بقى كان ليه طقوس برضو في الاحتفالات بالعيد؟ هو المصريين العماره اللي موجوده في مصر حاليا هي عماره مملوكيه. يعني اعظم وافخم العمارات في مصر هي عماره مملوكيه. بس المزاج بتاع المصريين مزاج فاطمي، يعني احنا جينا مع الفاطميين في موضوع المزاج بتاعهم اللي هو حب آل البيت، الاحتفالات. فالسمات الفاطميه، الفاطميين قبل المماليك، السمات الفاطميه في الاحتفالات فضلت ماشيه في عصور المماليك. بس في عصور المماليك بقى كانت اكثر، يعني المماليك قعدوا كتير، قعدوا من 1250 لحد 1517 لما دخل سليم الاول، يعني فتره كتير. طويله. فترسخت هذه المعاني اللي احنا اتكلمنا عنها، وكان فيها اكثر بهرجه وزخرفا. فكان مثلا السلطان بيعملوا حاجة مثلا اسمها منظرة. ايه المنظرة دي؟ المنظرة زي البلكونة، مكان كده مفتوح من أربع جهات وعالي عشان يقدر يشرف منه على الجيوش أو الألعاب. عند المماليك مثلا عملوا ميادين للعب، يلعبوا فيها لعبة اسمها الكبك، اللي زي يحطوا يقطين اسمها ايه؟ كورة مثلا، القرع، القرع، قرع العسل، وفيها طير جوه وهو يحاول يصوب عليه او حاجه زي كده. ولعبه البولو، البولو دي كانت منتشره جدا ايام المماليك، بس كانت بتتلعب على الحصان بعصايه معكوفه يعني كده. مش لعبه اوروبيه البولو؟ لا لا لا، لعبه عربيه، ويبدو ان هي جايه من الهند يعني. كويس. فالالعاب دي كلها مظاهر من الاحتفالات، ان هو يحتفل. وكانت زي ما قلنا ان الاكل كان مرتبط بالاحتفالات، النيل برضو مرتبط بالاحتفالات. فكانت تخرج المراكب، مراكب الصغيره وعليها زي قناديل، والوصف بتاع المؤرخين يقولوا ان النيل بيبقى منور من كتر الناس اللي خارجه تحتفل بهذه المناسبات اللي احنا قلنا عليها، يوم الشهيد وعاشوره والاعياد دي كلها كانوا بيخرجوا ابتهاجا بهذه المناسبات. طيب دكتور، هل كان بيبقى فيه اختلاف بالنسبه لاحتفال السلطان او الملوك او اي حد ماسك منصب عن عامه الشعب؟ يعني لو عيد الاضحى، عيد الفطر او اي عيد من اعيادنا في مصر، هل الملك بيحتفل بطريقه والشعب بيحتفل بطريقه ثانيه؟ هي بتنزل كده ايه، من فوق لتحت. يعني السلطان يوسع على الامراء، فالامراء يوسعوا على اسرهم، فاسرهم توسع على الشعب. الشعب كان بيحتفل، ملوش دعوه يعني، كده كده كان بيحتفل. عيد العيد الفطر تحديدا كان بيسموه عيد الحلل، لانه كان السلطان بيعطيهم حلل، يديهم لبس هدوم يلبسوه مع الفلوس ومع الاكل. وكان من ضمن الاسواق بتاعه القاهره سوق الحلويين، ان هم يعملوا حلويات. ويقال ان الحلويات كانت بتبقى يعملوا تماثيل من السكر. السكر ده عروسة المولد او بالظبط، وفارس وجاريه. وكانوا يعملوا يعني زي تصميمات وماكتات لجوامع وبيوت بالسكر. وكان السكر عند المصريين حاجه اساسيه بيحبوها. علشان كده تلاقوا عندنا لحد دلوقتي حاره السكر والليمون. وهتلاقي اي سلطان بيجي مثلا يفتتح جامع او كده يقول لك فوضع في فسقيتي، اللي هي النافوره اللي في النص دي، ملاها بالسكر والليمون. والناس خدوا وشربوا سكر وليمون. فكان مرتبطه دايما الاحتفالات بالسكر والليمون. طيب دكتور، برضو يمكن في عاده كده بنشوفها مصريين بيعملوها اول ايام العيد، وهو زياره المقابر والمدافن. هل العادة دي مصرية خالصة ولا يعني واخدينها من أي عصر عدى على مصر؟ هي من أيام مصر القديم برضو، يعني الفراعنة كانوا بيزوروا المقابر بتاعتهم ويزوروا الأجداد.
وزي ما قلنا في البدايه ان هو بيمزج ما بين الحزن والفرح والسمتين المتناقضتين دول موجودين دايما في الشخصيه المصريه وبيجمع بينهم، وهو في الحقيقه مش تناقض قدر ما هو تكامل، تكامل الشخصيه المصريه اللي فيها الحاجتين دول. فكان لحد دلوقتي يعني في الاعياد احنا ساعات بننزل في الاعياد نشوف نروح القرافه وكده لزيارات تاريخيه. المصريين بيحبوا جدا ينزلوا في الاعياد تحديدا ويجيبوا ورد ويزوروا قرايبهم السابقين، يشتركوا معاهم ويقولوا لهم احنا وصلنا لكذا وعملنا كذا ويحكوا لهم. والمقابر المصريه لها قدسيه كبيره جدا، موجوده القرافه الصغرى والقرافه الكبرى لحد دلوقتي من ايام عمرو بن العاص، يعني من ايام فتح مصر 1400 وشويه لحد دلوقتي في سفح جبر المقطم وموجود اولياء الله الصالحين. وقبل كده كانت الاماكن دي اماكن اللي هي موجوده في المقطم كانت اماكن خلاوي للرهبان الاقباط. وحتى كعب الاحبار لما توفى في المدينه او قبل ما يتوفى يعني قال لهم انا عاوز تراب من المقطم اللي هو يظن فيه يعني ان هو تراب مقدس علشان يحطه في القبر بتاعه. طيب دكتور عايز اسالك بقى على حاجه، يعني احنا دلوقتي اي برضو اي عيد بيميزه او اي احتفال المزيكا او الغنى اللي فيه، يعني مثلا في رمضان ممكن في اول رمضان وحوي وحوي وفي اخر رمضان تم البدر بدري، وبرضو في الاعياد نفس الكلام. هل كان في تراثنا اي حاجه توثق ان كان في اغاني في الاوقات دي؟ هو احنا كل سؤال هو بنقول ان هو بدا من عند المصري القديم. وحوي يا وحوي دي برضه مصري قديم. هي وحوي يا وحوي دي اياح حتب. اياح حتب دي ام احمس اللي هي ام المصريين كلها، لولاها اللي هي حمسته خليته يطرد الهكسوس كده، فالمصريين احتفاء بيها واحتفالا بيها فقالوا لها وحوي يا وحوي. يعني القمر جاي، القمر تم، القمر اكتمل. وهنلاقي كتير من الكلمات اللي احنا بنقولها بيننا وبين بعض كده في العامية المصرية هي كلمات مصرية قديمة، زي تاتا، زي كان يوماني والسمن والعسل، وتاتا دي يمشي يعني البيبيهات بيقولوها تاتا بالظبط. فهنلاقي كتير من الكلمات المصرية في العامية يا اما كلمات قبطية أو كلمات مصرية قديمة. وده بقى على فكرة عمق الثقافة في الشخصية المصرية. يعني هتلاقي طبقات 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 كده بتعبر عن تكامل الشخصية المصرية وتجانسها. ما عندناش مشكلة في الأديان، ما عندناش مشكلة مع حد، بالعكس أي حد غريب بيجي على طول ياخد السمة بتاعتها. بيحصل التكامل المجتمعي ده. ده حقيقي. طيب أخيرا كده يا دكتور، إزاي كان بيتم الترويح عن الأطفال في الأعياد؟ يعني في الحضارة المصرية القديمة مثلا، حابة أعرفها جدا. هو مثلا المصري القديم في الحضارة المصرية القديمة عند الفراعنة، أول حاجة في قصة الشعر، إحنا التماثيل كلها متشابهة، عشان نشوف الطفل ونعرفه هنلاقيه شوية دول بس كده. الباقي كله حلق له أقرع والشوية دول هم اللي حاطينهم. إحنا لو رجعنا في الفلاحين هنلاقي بيقصوا القصه دي لحد دلوقتي. والرحاله صوروا الصور دي. فدي اول حاجه. تاني حاجه المصريين القدماء يعني كان عندهم تبجيل للاسره. وحتى في التماثيل والمنحوتات بتاعتهم كانوا يقوموا عاملين الملك وزوجته ويحطوا جنبهم الابناء والبنات. وفي اخناتون الحضاره بتاعت تل العمارنة هنلاقيه، شفنا تماثيل اول مره عند المصري دي يداعب بناته ويقبل بناته. دي ما شفناهاش في اي حضاره قبل كده حتى عند المصري القديم. لكن في الفتره دي كان عاوز يمثل الحياه الطبيعيه والحياه الاسريه. برضو عايز اكمل ان هو عمليه استمرار الكلمات من قديمه لحد دلوقتي. الفاطميين عملوا كانوا بيصرفوا 20,000 دينار سنويا على الكحك اللي هيوزعوه على الناس. وكانت الافران تقف وتشتغل على الكحك بس من نص رجب، يعني نص رجب وشعبان ورمضان. احنا بنعمل اخر ثلاث ايام في رمضان، لكن هم بيعملوا من نص رجب. وعمل دار اسمها دار الفطنه. دار الفطنه دي مخصوص عشان تخبز الكحك بس اللي هيوزعوه على الناس. وتحولت الفطنه دي للفطره دلوقتي برضو في الارياف، يقولوا الفطرة. الفطرة اللي هو بحلويات كده أو الفطاطري مثلا. لا الفطرة حاجة غير الفطاطري. الفطرة اللي هي الملبس والبسكوتات وحاجات كده ويوزعوها على الأطفال، ده في الأرياف.
احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، الكلام اكيد ما بيخلصش لانك يعني موسوعه في التراث المصري. ان شاء الله يبقى لينا لقاءات تانيه مع حضرتك، نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب. دكتور محمد حمدي استاذ الرسم والتصوير بجامعه حلوان، اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. ميرسي لحضرتك يا دكتور، نورتنا. شكرا يا خطيب. العفو العفو. كده احنا حلقتنا من ان بوكس خلصت، نشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله، وكل سنه وكل الشعب المصري بالف خير وسعاده. باي باي.